كشفت تقارير دولية عن اعتقالات جديدة نفذتها السلطات الأمنية الصينية للعشرات من أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ جنوب غربي البلاد. أكد تقرير لموقع بتر وينتر أن السلطات الصينية تعمل على فتح مركز احتجاز جديد في إقليم شينجيانغ يمكنه أن يتسع ل500 ألف شخص من الإيغور بعد أن يتم نقلهم من سجون مؤقتة.